حمام الغزاز هي قلب الوطن القبلي، درة الوطن القبلي، درة المتوسط. كما تشوفوا احنا بحرنا فيرج، سابل فين برشا، بحر مزيان. الميزة اللي فيه ما عندناش معامل سوى طماطم ولا حوت، ما عندناش أناس يصوف البحر عكس المناطق الأخرى. دونك يقعد ومتحرك كما تشوفوا محلول، ديما تتبدل عنا برشا تيارات معناتها فيها، ديما يتبدل البحر وديما يقعد نظيف كما تشوفوا فيها، معناتها حتى الريح قوي يقعد ديما هكا معناتها. ناسنا ناس كما تشوف كما تعرفوا ما سمعتوا بينا ولا ناس نظاف، ناس تفرح بالضيف برشا. احنا نقولوا ضيفين ما نقولوش برينية، ضيفين وعلى روسنا كي يجيو نفرحوا بهم. تسمع كي كلمة حلوة، عمرك ما تلقى كلمة خايبة لهنا. ما نلقاوش المناظر المخلة بالحياة سوى كي نحكيو على المشروبات الكحولية الموجودة على الشط، ما عندناش الشيء هذا وما نسمحوش بالشيء هذا. كلنا عائلة محترمة، وكما قلت لك الضيف اللي يجي معناتها ويقدر الناس نتاعها، الناس تقدروا تحطوا فوق روسها. برشا مصطفين، برشا زوار، سياح. موجود برشا كما تشوفوا، معناتها البحر هو امتداد بالنسبة لمعطيني بحر الغزاز فوق 7.5 كيلومتر، لكن حمام الغزاز كبلدية 5 كيلومتر. 5 كيلومتر معناتها قد ما يجيو السياح وقد ما يجيو التوانسة نتاعنا اللي هما فوق روسنا كما نقولوا، باقي البحر يتسمى فارغ، خاطر فاست محلول برشا البحر نتاعنا، سواء كعرض سواء كعرض عريض برشا التالي. واللي تمتاز معناتها السابل نتاعو يمتاز به البحر نتاعنا، هو السابل نتاعو معناتها ونسبة الصفاء نتاع المياه نتاعو. سمعنا انه تحصل على جائزة عالمية. كما انتم سمعتوا احنا زاد نتبعوا على الانترنت وعلى جوجل، اللي هو محتل المرتبة 7 عالمية من حيث الجودة. الجودة كي نحكيو عليها هي جودة المياه، الرمال والغابة اللي وراه، هذا باش يمتاز بحر حمام الغزاز. حمام الغزاز عند بحر عنده 5 سنين من اللي تعرف بالكدا بالكدا، شاف نشاط كبير. حمام الغزاز 5 سنين التالية كان ما حتى حد ما يعرفها، توا ولات عاملة توندونس قوية على الآخر. الناس كل في ويكاند سير الأيام اللي يرتاح يجي حمام الغزاز. بحر يهبل محلاه. أنا من حمام الزريبة، نسكن في حمام الزريبة في زغوي. ما شاء الله جيت من حمام الزريبة أنت؟ إي جيت من حمام الزريبة، جيت لحبيبتي صاحبتي، جيت الأميرة صاحبتي. ديما تجي هوني؟ ديما نجي في الصيف، كل صيف تجي بنتي من فرنسا تجيبني، نعدي أيامات في البحر. بحر حمام الغزاز باهي يهبل، ماليه باهية، فيه تفرهيد، فيه كل شيء، عجبني ياسر. حتى الناس اللي فيه باهيين مشرهين ويضحكوا ويفرحوا بالعبد باهي. يهبل. فرحوا بيك انت؟ فرحوا بيا، يرحم والدها، جات جابت لي الفطور، جابت لي قهوة، جابت لي التاي، جابت لي الجازوز، فرحت بيا. أنت أول مرة تجي هوني؟ أول مرة. أول مرة. أول مرة. قبل وين تبح؟ البحر في الحمامات. نمشوا للحمامات، نمشي النابل أكاهو. عندي النابل، احنا نعيش في الزريبة، حمام الزريبة، عندنا حمام الزريبة، عندنا حمام معدني، حمام باهي. يعجبني الحمام ياسر. في الشتاء يعني في الحمام، وفي الصيف تبحر في الحمامات. إيه. حمام الغزاز وغيره. في الشتاء في الحمام، وفي الصيف نجي للبحر نبحر. يعجبني البحر، وخاصة بحر حمام الغزاز يعجبني ياسر. ماليه باهي، هاك هاك اخزر له. ها فرح بيك. فرح بيه اخزر له. ها وين؟ الحاجة اللي لقيت في بحر حمام الغزاز هي الدين اللي احنا نقولوا دين، هذيك الحشيشة هذيك اللي شادة الرملة، هذه البلاصة الوحيدة اللي قعدت فيها جبولية نتاع الرمل تاع حمام الغزاز. بحرنا صافي، تشوف فيها عائلات، بحرنا سمح، جو باهي، عندنا لي متر ناجير اللي ينقذوا يغرق شي واحد ولا حاجة، الدنيا كلها عندنا لهنا. وبحرنا هذايا بلدية واقفة معنا في حاجة اللي ديما يجيبوا تراكتور ينظفوا الدنيا، سبت واحد، ديما بحر نظيف كيما هكا، بحر ناتوريال عالخ، والبحر الوحيد اللي هو فيه ميلونجي، معناها عرفتها ديما يتبدل الماء نتاعو. الماء نتاعو ديما يتبدل، تسمى ميلونجي، معناها ديما ابارابور على معناها بحورات واحد اخرين. البلاصه الوحيده اللي ما فيهاش حتى واد، هذه البلاصه الوحيده ما يهبطش منها واد ولا حتى شيء. فما شكون غرقوا هوني؟ فماش حتى كان تصير هكا ولا حاجه، فهمتش؟ عندنا برشا اللي مترناجير لهني ديما واقفين. فما حالات قداش تصير حاله؟ توفاوا؟ لا فما عندناش حتى في سيف سنين. مستحيل ما عندناش حتى وفاة، مستحيل. معناها حتى كان صارت اي كا، احنا عندنا زي 35 متر نجير الكل يخدموا على الشط لهنا، معناها كي تصير كا لحظه يدخلوا جماعه تك تك تك، معناها خفيف عمره ما مات فيه البحر حتى واحد. هذا بحر بالنسبه للبحر نتاعنا، علاش ما يموتش فيه حتى حد؟ على خاطر البحر ديما قصير، يمشي ايتاجات البحر،
فيه معناها حتى لان في ما فهمش وانت صغار وانت تحب تعوم فهمش معناها منظم البحر حتى من البحر من الداخل منظم. بالنسبه للتراب هاك تشوف فيها معناها تراب ناتوريل على الاخر والبحر الميلونجي وجو به هذاك علاش حبوه حمام الغزيز. ما يعرفوش حمام الغزيز شنو تقول لك؟ يجاو بحنا حمام الغزيز بالنسبه لاهل حمام الغزيز والشعب نتاعها يموت على كي واحد يجيب حذاء نظيف معناها يقدم له معناها حاجات اللي يحب معناها وين يلقى فيها راحته للكليون فهمت. والسيرفيس اي سيرفيس نتاع ماكله ولا نتاع حوت كل شيء فيه هاك تشوف فيها الدنيا كلها منظمه كلها عائلات قاعدين وجو به ما عندناش حتى مشاكل ما عندناش في البحر هذا بحر نظيف على الاخر بعبيده وكل ونفرحوا برشا بالضيف. اي ضيف يجي بحذاء نفرحوا بهم ونخلي نقدموا له اي يحب شنو يحب هو اي حاجه يحب عليها نجيبوها له باش يقع راحته باش المره الجايه يرجع بحذانا. التوانسه الكل في الموسم الصيفي هذا يتوجهوا للبحورات وانت شفناك توجهت للبحر حمام الغزاز، علاش اخترت البحر هذا بالذات؟ انا اصيل ولايه سليانه شمال الغربي وديما وجهتي هي الكابون بصفه عامه خاطر البحر نتاع الكابون يعجبني برشا خاصة من قربة منزل تميم حمام الغزاز قليبيا الزهرة كركوين الهوارية تقريبا البحورات الكل هذوما الكل زرتهم وخاصة حمام الغزاز وخاصة بيتي باري والمنصور نتاع قليبيا اللي هما ما يعوضهمش حتى بحر في تونس كامل تقريبا يعجبوني تقريبا البحورات الكل مشيت لها يعني في جمهورية تونس الكل من الشمال حتى الجنوب الكل زرت اما احسن بحورات هما في ولايه ناب الحقيقه فهمتني يعني بحورات في ولايه ناب يعني ما ينقصهم حتى شيء مع الطريق تقريبا ما ينقصهم حتى شيء الطريق صفاء ثم شويه اشغال تويكا ما بين قربه ومنزل تميم اللي هي ان شاء الله توفى على القريب هذيك تعبتنا شويه خاصه المره الاخرى انا جبت العائله وصيفت في قليبيا وزدت رجعت اليوم باش نزور خاطر حمام الغزاز ما شفتوش المره اللي فاتت حبيت نجي اليوم ان شاء الله الطرقات ان شاء الله تتحسن هكا تعجبني برشا بصراحه معناها ولايه نابل بصفه عامه وسيرتو قليبيا حمام الغزاز من اعز البحورات اللي نحبها ونعشقها ومنظمه بصراحه وبحوراتها نظيفه وطقسها وناسها معناها باهين ويرحبوا بالضيف كي يجيهم وانا ديجا جايكم من الجنوب معناتها من بنقردان معناها من بنقردان جاي خصيصا لحمام الغزاز جيت من بنقردان خصيصا لحمام الغزاز تعجبني برشا بصراحة معناتها في كل صيف نجي أنا ونعدي أيامات ديجا أمس في الحمامات عملت نهارين في ياسمين الحمامات وقلت اليوم نجي معناتها الحمام الغزاز نعمل دورة وغدوة نمشي لدار علوش نعمل دورة تعجبني برشا بصراحة معناها ولاية نابل بصفة عامة. الوطن القبلي تعدي فيه الصيفية؟ نعدي فيه الصيفية كل عندي توا 4 سنين نعدي فيه كل عام صيفية ومعناتها يعجبني برشا ونلقى فيها راحتي. علاش فضلت حمام الغزاز ودار علوش وغيره من البحورات اللي موجودين في الوطن القبلي على مثل بحر الشط السويحل برشا بحورات قراب عليك يعني في الجنوب في بنقردان زاد عندها بحر جربه زاده جزير جربه علاش فضلت يعني الوطن القبلي على الجنوب؟ عندنا صحيح جربه شط السويحل جربه سانغول وماريت شط الياتي 4 سيزون في جربه جرزيز فيها سانغو فيها شاتسونيا فيها الأميرة فيها السويحل أما نحب نبدل الجو معناتها ما قلت معناها نمشي غاديك صحيح لكن معناها كي نبدل الجو ماذا بيا ديما خير غادي معناها البحر بحذايا نمشي لها في كل وقت وهنا قلت نبدل الجو ديما واحد ستريس غادي يبدل برشا حاجات معناتها من الخدمة ستريس وضغط الخدمة معناها ولقيت راحتي بصراحه هنا معناتها. منين جيت؟ بنقردان. انت معاه جيت من بنقردان؟ اي من بنقردان معاه. ديما تجي كيفه يعني؟ لا اول مره. يعجبني احكي عليه برشا البحر هذا عجبني جيت معاه وعجبني ما شاء الله بحر ما شاء الله. بحر باهي. جيت اللي عجبتك في حمام الغزيز؟ باهي بحر كالم صافي باهي كل شيء فيه باهي. باهي بتاع عائلات ناس محترمه كلها ما فيش فما شيء باهي فيش بحر باهي كل عام نجي فهمت ديما نجي هوني في البحر ومضايف ياسر وانا ولد حملم في الطبيعه نشوف شيء كبير ياسر في البحر هبال ياسر جو عائلي بالقدا بالقدا الحمد لله يا رب شوش لي بايع حمام الغزاز يعني من افضل البحورات في تونس صحيح من احسن البحورات فهمت
كان قبل نحنا في حملم في نعوم ولا غير بحال حملم توا ما عادش يعوموا فيه بالكدا. توا حمام الغزاز كل عام نجي هوني نجيب العائله كل سبت ولا حد نجي نعوم هوني. كاو يعني يلوم حمام الغزاز خلينا نقولوا ممكن الوجهه الاولى للتوانسه تجي هوني تنسى كل شيء هوني يعني بالطبيعه تبارك الله تفرج العباد برشا فهمت بلاصه تحفونا ياسر تلقى فيها العباد وحتى عباد مضاف تلقى فيها الحمد لله كاو تاع عائله تاع عائله صحيح تاع عائله كاو ما تقلقنيش من حد شيء فهمت.